حاجه لازم نشرح للناس اولا طبعا انا بحب دايما ايه يمكن كان استاذي هو الاستاذ الدكتور عادل صادق ده استاذي ومعلمي الاول واشتغلت معاه الله يرحمه فتره كبيره جدا. هو كان خد جايز دوله في تبسيط العلوم فانا يمكن اتعلمت منه الحته دي يعني وان يعني الله يرحمه ان انا بحب ابسط يمكن دي كانت اول مره اطلع في الاذاعه او في التلفزيون بحب دايما ابسط احاول نوصل للناس فانا مش بتكلم الكلام العلمي قوي لما نتكلم على الصراع بين اجيال وما نقولوش بقى الكلام العلمي المكتوب في الكتب عايزين نقول فعلا هل في الجيل ده بيتواصل وكلمه يتواصل مع الجيل اللي قبله ولا لا فنشرح للناس يعني جيل يحمل يعني الجيل يعني كل افراد المجتمع اللي بيشتركوا في نفس الظروف بنفس المعاناه بنفس الاهداف ويكون الفرق بين اعمارهم 20 سنه تقريبا يعني يكون الجيل ده 20 سنه عشان كده لما جينا نقسم الاجيال عندنا خمس اجيال الجيل الاول اللي هو فوق ال 80 الجيل الثاني ده اول جيل اللي فوق ال 80 ده اسمه جيل الحكمه او جيل الافتخار والعزه ده فوق ال 80 فوق ال 80 سنه هو في ناس فوق ال 80 هافلانج لسه ميت 100 وشهرين معظم العلماء والفلاسفه الناس بتحافظ على صحتها برضو يا احمد مش زينا بتعيد اللي فوق 90 وفوق 100 فاكتشفنا لازم نفهم الناس يعني ايه اجيال اجيال انا في ناس متفقه في الفئه العمريه بينهم 20 سنه ماكسيمم ومتفقين في الفكر وفي الظروف وكده فعملنا الاجيال اول حاجه الجيل الخامس نبتدي بالجيل الخامس الجيل الخامس اللي هو اقل من 20 سنه بيسموه جيل المستقبل دلوقتي اقل من 20 سنه اسمه الجيل الخامس الجيل الرابع اللي هو من 20 ل 40 الجيل الخامس اقل من 20 الجيل الرابع من كام لكام من 20 ل 40 من 20 ل 40 بيسموه جيل الشباب او جيل التضحيه هنتكلم عن جيل التضحيه ولازم نفهم الناس دي عشان كده احنا يعني الناس اللي من 20 ل 40 بتضحي لازم تضحي عشان كده يا جماعه عشان انتوا بتضحوا الجيل الثالث اللي هو من 40 ل 60 اسمه جيل القياده عشان دايما القياده فوق ال 40 من 40 ل 60 دي اسمها جيل القياده او جيل الحكومه كلها جيل القياده ايوه الجيل بقى الثاني اللي هو السكند جينيريشن اللي هو من 60 ل 80 اسمه جيل الحكمه 60 ل 80 والجيل الجيل بقى الاول اللي هو مين فوق ال 80 فدايما حتى عملوا فيلم الجيل الرابع اللي هو من 20 ل 40 هم الشباب كلهم متفقين مع بعض في نفس الفكر وانفصلوا عن العالم بالفيسبوك بتاعهم والسوشيال ميديا بتاعتهم فكلمه بقى صراع الاجيال انه الجيل ده الرابع اللي هو مثلا جيل 20 ل 40 والجيل مين الخامس مثلا لازم يتصل مبتدا دوت كوم